كل هذا يسأل الله تعالى له الهداية، لأن يخشى أن يكون عداؤه لأهل العلم هو عداء لما يحملونه من العلم الشريف، العلم الشرعي والدين، والعداء للعلم الشرعي والدين هذا من أخطر المسائل التي تهدد المسلم بأن تكون عاقبته وخاتمته على غير الإسلام وخاتمته سيئة. لأن من يكره الدين ويكره الشرع ويكره العلماء ويكره كلامهم، أن تكره شخص بعينه لأنه يعني عندك عليه مآخذ، يرتكب معاصي، لأن الإنسان ما في إنسان معصوم، الشيخ أو العالم أو أي إنسان من عامة المسلمين إذا صدر منه ما يحمد عليه من طاعة الله ومن الإحسان ومن المعروف ومن العبادة ومن الخير تحبه لما فيه من هذا الخير وهذا المعروف وهذا الإحسان، وإذا صدر منه شيء من هذا نفس الشخص، صدر منه شيء من هذا كان يعق رحمه أو يسيء خلقه أو لا يصلي مع الجماعة أو لا يفعل شيئا من أفعال الخير، لك أن تكرهه من هذه الخصلة ومن هذه الصفة فقط. فأما أن تقول هكذا إجمالا لا أحب الشيوخ، هذا قد يوحي بأنك لا تحب من يحمل العلم الشرعي، وهذا يعني يهدد بأمر خطير، لأنه قد يهدد بسوء العاقبة وسوء الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يهدي هذا السائل.